بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، نقدم لكم في هذه الندوة الصحفية اليومية التي تنظمها وزارة الصحة آخر المعطيات الوبائية المتعلقة بالجائحة الناتجة عن فيروس السارس كوف 2 ببلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت 570 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا منذ 2 مارس 2020 إلى 18834، أي بمعدل إصابة تراكمي ديال 52 لكل 100 ألف نسمة. هاد 570 حالة التي سجلت 484 منها في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، اللي شملت لحد الساعة 1,600,000 عفوا و666 مخالط، فيما يزال 13,215 مخالط رهن التتبع الصحي. الحالات 570 التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة سجلت حسب جهات وأقاليم المملكة كما يلي: جهة طنجة تطوان الحسيمة 207 ديال الحالات، من بينها 199 حالة بمدينة طنجة، 4 حالات بالفحص أنجرة، حالتان بتطوان، حالة بالحسيمة، وحالة بالمضيق الفنيدق. جهة الدار البيضاء سطات 206 ديال الحالات، 120 حالة ببرشيد، 83 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و3 حالات بسطات. جهة فاس مكناس 80 حالة، 70 حالة بفاس و10 حالات بمدينة مكناس. جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، 17 حالة بسيدي قاسم، حالتان بالقنيطرة، حالتان بتمارة، وحالة بكل من سيدي سليمان سلا والرباط. جهة مراكش أسفي 21 حالة، 14 حالة بمراكش، 5 حالات بقلعة الصراغنة، حالة بكل من أسفي والحوز. الجهة الشرقية 23 حالة، 21 حالة بجرادة، حالة بالدريوش، وحالة بالناظور، 5 حالات بجهة الداخلة والذهب كلها بمدينة الداخلة، حالتان بجهة درعا تافيلالت بمدينة أو بإقليم ميدلت، حالة بسوس مسا بشتوكا أيت بها، وحالة بجهة العيون الساقية الحمراء مدينة العيون، فيما لم تسجل أي حالة جديدة بجهتي بني ملال خنيفرة وقلميم ودنا. إذن هذا هو التقسيم الجغرافي ديال الحالات 570 اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة. تم استثناء 19211 الحالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع مجموع الحالات المستبعدة لحدود هذا الوقت ببلادنا إلى 1,086,437. للأسف الشديد سجلت 7 حالات وفيات جديدة
خلال هاد 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله جميعا. 5 حالات بمدينة طنجة، حالة بوزان، وحالة وفاة بمدينة مكناس. معدل الفتك مازال مستقر في 1.6%، ولكن اللي هو أساسي الآن هو تتبع اليومي لعدد الوفيات اللي هو بدأ يرتفع كما قلنا أمس. ولله الحمد والشكر سجلت 228 حالة تعافي، ليصبح مجموع المتعافين في بلادنا 16100. طبعا معدل التعافي يساوي حاليا 85.5%. ومنه فإن الحالات النشطة أصبحت اليوم في بلادنا تساوي 2435 حالة نشطة، مقسمة عبر جهات المملكة كما يلي: 789 حالة نشطة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 619 حالة نشطة بالدار البيضاء سطات، 510 بفاس مكناس، 186 بمراكش أسافي، 97 بالجهة الشرقية، 84 بالرباط سالة القنيطرة، 58 حالة نشطة بالعيون الساقية الحمراء، 40 حالة بالدخلة واد الذهب، 17 حالة ببني ملة الخنيفرة، 16 حالة نشطة بدرعة تافيلالت، 15 حالة نشطة بقلميم واد النون، وأربع حالات نشطة بجهة سوس ماسة. ونختم بالحالات الخطيرة والحرجة اللي بلغ عددها اليوم 46 حالة. إذن كما كنلاحظوا في الأيام الأخيرة الحالات في أقسام الإنعاش والعناية المركزة بدأت ترتفع بشكل ملحوظ. هاد الحالات 46 الموجودة بأقسام العناية المركزة أو الإنعاش موجودة بكل من الدار البيضاء سطات 20 حالة، من بينها 4 تحت التنفس الاصطناعي، 15 حالة بجهة مراكش أسفي من بينها حالتان تحت التنفس الصناعي، 5 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة من بينها حالة تحت التنفس الاصطناعي، 4 حالات بجهة فاس مكناس، وحالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة. إذا مجموع الحالات التي توجد حاليا تحت التنفس الاصطناعي هي 7 على الصعيد الوطني. هذه هي آخر المعطيات الوبائية المتعلقة بكوفيد 19 ببلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.